الرسالة اللي أنا أقدر أقدمها من خلال الدور بتاعي، أنا قبل كده من غير ما حد يقول لي أو ما حد يوجهني أو ده في دماغي من فترة لما كنت في مهرجان سيلبريت بروكلين في أمريكا، كنت بفكر اعمل يعني عايز اعمل اي حاجه ان انا موجود في وسط ناس كتيره من كل دول العالم، عايز اشد انتباه الناس لبلدي وخلاص يعني. فروحت يعني قلت لهم انا عايز تيشيرت لونه اسود، وجبت فنانه من امريكانيه هي، وقلت لها عايزه تعملي لي ديزاين كده ونكتب جملة بسيطة على التيشيرت ده اطلع بيه على الاستيج وانا بغني الساعتين اللي انا هغنيهم دول، اعمل بيه اعلان لمصر. فقررت ان انا اكتب على التيشيرت Come to Egypt، ودي كانت رسالة بسيطة مني في فكر سريع جدا اول ما نزلت امريكا. انما الرسالة اللي احنا هنقدمها في الطول اللي جاي ده This is Egypt، او اسم البروجكت كله This is Egypt او Come to Egypt او مستنيينكم في مصر يعني. بس انا متهيألي This is Egypt علشان ده شعار الهيئة وشعار السياحة بتاعتنا.